السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير دادح. اليوم إن شاء الله هني جاية نقصر معكم على الوقت، وعلاش ما يكفيناش الوقت، وعلاش البركة ما ولاش كاين في الوقت. اللي تهدر معاه سورتو حنا النساء، اللي تهدر معاه تقولها وعلاش ما قريتيش وليدك، ما وقفتيش عليه، ما عطيتيلوش من وقتك. تقولك والله غير الوقت ما كاش، الشغل الدراري والبركة راحت من الوقت. تقولي لها وعلاش ما لتيتيش بروحك، علاش ما سقمتيش روحك، علاش ما مشطتيش. تقول لك الوقت اللي ما كاش. كيفاش وليدك صرالو هكذا؟ وين كنتي انتيا؟ تقول لك الوقت اللي ما كاش. كل حاجة نحصلوها في الوقت، والوقت جاب لي ربي هو الوقت، وحاجة ما تبدلت. حنا هما اللي ما عرفناش ننظم وقتنا، يعني نهضر بكل صراحة وما نكذبوش على روحنا. وعلاش؟ وش هي الحاجة اللي تربينا في الوقت؟ انا في رأيي، وعلى بالي بلي حين تتفقوا معايا كاملة، يعني ونتفقوا بلي نكونوا صراحة مع بعضنا، التليفون والانترنت هي اول حاجة تربينا الوقت ديالنا. شكون فيكم اللي ما ضاعوا لهاش ربع سوايع مينيموم من وقتها في التليفون؟ يا تهضر مع حبيبتها، يا تهضر مع يماها، يا مع اختها، ولا ماشي هضره في التليفون، تقعد في الفيسبوك. شحال من وحده فيكم تحرقت لها الماكله تاعها، ولا راحت تشوف اون غوسيت سيغ انترنيت وضربت 3 سوايع باقا حتقلات مقله بطاطا. ومن بعد ندورو ونحصلو في الوقت. الوقت ما عنده حتى معالقه، الوقت مسكين هو هو الديفو فينا حنايا. التليفون صدقوني لو كان ما نديروش وقت معين نهضروا فيه في التليفون وما ننظموش روحنا، حياتنا كاع ومن بعد هذيك وحنا نحصلوا في الوقت اللي ما كاش. وبزاف حوايج يهربوا منا، وبزاف حوايج يضيعونا، يعني فريمون دوماج. الوغ الحل هو اني ندير وقت معين، مثلا اني نخدم في شغلي ندير تليفون في جيبي ولا في طابليه تاع الشغل ديالي وراني نهضر. الانترنت، الفيسبوك ولا اليوتيوب ندير له وقت معين. كي نكمل شغلي، كي نجي نشرب قهوه نحط التليفون قدامي، مثلا كي نكمل كاع شغلي ندخل لفراشي. هذا حل من الحلول. اوسي الحاجات اللي تربي الوقت، كي نخرجوا باغ اكزومبل يكون عندنا شغل، مثلا انا اليوم راني راح نشري حوايج لولادي، مثلا ماشي نروح ديريكتومون نعاود نولي نقعد ندور نشوف هادي نشوف هادي. يسمى الوقت مانيش دايرت له حساب. ها هو علاش الوقت يضيع منا. ولا مثلا ان ديت وليدي ليكول، ديت وليدي المسيد نتلاقى مع فلانه وفلتانه، غادي نهضر معاها شويه، وغادي تسقسيني شويه، غادي نقرعج معاها شويه، والوقت كيف كيف يضيع. هذا كامل ماناش جايبين له الخبر. حاجه واحده اخرى تانيك، وهي يعني الطامه الكبرى اللي تضيع لنا الوقت ديالنا، وهي الكسل. بالعربيه تفنيين، راني عيانه، المورال راهو هابطلي، سنة خلي نزيد شوية، سنة نضرب طلع التليفون ومن بعد تيك خلاص والله ماني مليحة. هذا كامل كي يكون ما عندناش بروبلم هرمونال، يسمى درنا لي زاناليز ما عندناش بروبلم هرمونال، يسمى يلزم نحاربو نفسنا، يلزم نحاربو الكسل هذا. كيفاش؟ معناتها نبدا نخدم حاجة قليلة باش نوض ندير حاجة خفيفة، باش هذيك الحاجة اللي درتها تعطيني طاقة إيجابية ونقدر نكمل شغلي. ومن بعد كي نشوف روحي بلي خدمت كلش، المغار يطلع لي. هذه هي تانيك الخرجه لي بلا سبه. قال نروح داك خاطري، نروح نشوف الحوانت، نضيع دراهمي ونضيع وقتي، وتحكمني تانيك حاله الاكتئاب. يعني لازم يا اخواتاتي نعرفوا قيمه الوقت، نظموا روحنا كما هدرت معاكم في تسيير الميزانية. نستعملوا كراس ورقة وستيلو، ولا ورقة ونعلقوها في الثلاجة تاعنا، ولا نديروا ان كايي سبيسيال ونديروا مثلا الوقت كيفاش يضيع. اني انا لو كان ما نديش بروغرام روحي ونقضي اون فوا باغ سومان وندير هذيك مرة في السمانة، واش راح نطيب بوندون توت لا سومان؟ نشري دجاج نقيه ونخبيه في الكونجيلاتور. ندير بروغرام، قال انا السبت ندير هادي، الحد ندير هادي، تنين ندير هادي، اني نهضر على الطياب. والشغل مثلا عندي ندير مثلا بثلاثه الحد وثلاثه مثلا عندي غسيل الحوايج. هذه كاع امثله يعني صغيره. مثلا زعما باغ اكزومبل ندير نغسل لافايونس تاعي ونفرز خزانتي، ندير لها نهار معين. انا كي ندير ان كايي وننظم روحي، ومن بعد صدقوني
كنا نخدمو كلش وشيطنا الوقت، ونقدروا نقعدوا مع ولادنا نقصروا معاهم، نقدروا نديروا انجازات، نتعلموا كش صنعه، نطيبوا كش حاجه جاتو زياده. وبعد تم يبان علاش كاين ناس سبحان الله خدموا كلش، وتلقاهم متعددين المواهب، يقراوا ويخدموا، وعلاش هما شاطرين علينا؟ ماشي قضية شاطرين علينا ولا عندهم الصحة علينا، هما برك عرفوا كيفاش ينظموا وقتهم. صدقوني هاد السوجي بزاف مهم، ويلزم هاد الهضرة تخمو فيها، وكل وحدة فينا تسيي انها تسقم من روحها، انها تنظم وقتها. المسلسلات على غلا، المسلسلات ما كاش حاجة تضيع وقت قد المسلسلات تاع الأتراك. هذا يلزم له فيديو وحده، المسلسلات تاع الأتراك راهي طامة كارثة. الوغ لازم علينا يا اخواتاتي نسقمو روحنا وننظمو وقتنا باش نلقاو الوقت نديرو انجازات، ولما لا؟ علاش ما نكونوش متميزين؟ علاش ما نكونوش ناس اللي داروا حاجه في هذه الدنيا؟ ان شاء الله تكون هذا الفيديو عجبتكم، وان شاء الله تفيدكم بلوس اكثر من اللي تعجبكم، ان شاء الله تفيدكم. والى فيديو واحد اخر نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.